بينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ أحمد صوان، عضو اللجنة الاستشارية بالحزب الجمهوري سابقا. مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك معانا في حلقة النهاردة من خبر اليوم. وخليني أسأل حضرتك على الداخل الأمريكي الآن، هل صحيح أنه يعني الحزب الجمهوري تأثر كثيرا بوجود دونالد ترامب؟ يعني كان وقت ما دونالد ترامب ترشح البعض كان بيقول انه هو جمهوري اسما فقط، لكن لا ينتمي لقيم الحزب الجمهوري، لا ينتمي لاعراف الحزب الجمهوري، هو جمهوري بالاسم فقط. هل بعد 4 سنوات من وجوده كجمهوري على راس السلطه في الولايات المتحده الامريكيه يعني تغير الحزب الجمهوري واصبح يتسم الى حد ما ببعض صفات دونالد ترامب؟ لحد كبير ما فيش شك ان الحزب اتغير كمان. وبعض الزعماء الحزب قالوا ان ترامب هيكون مؤثر في الحزب بعد الرئاسه بتاعته وهيستمر في الحزب. لكن انا اعتقد شخصيا ان الضرر للحزب الجمهوري كان اكبر من الافاده او الاستفاده منه، لان اللغه بتاعت ترامب، التصرفات واداره ترامب كانت عنيفه شويه، يمينيه متطرفه شويه. فما اعتقدش اذا كان الشعب الامريكي بيحب الموضوع ده او يعني ما بيرفضش. اعتقد الشعب الامريكي لحد ما بيرفض التطرف اليميني شويه، وان كان كتير قوي قوي من الامريكان وغالبتهم اعتقد هيكونوا يعني اليمين الابيض، هم دول اللي نزلوا انتخبوا ترامب بكثافه. يعني الحزب الجمهوري قبل ترامب لن يكون هو الحزب الجمهوري بعد ترامب. العالم كله قبل ترامب لن يكون هو العالم بعد ترامب. ترامب عمل تغييرات كبيرة جدا في أمريكا وفي العالم، زي بوش الابن ما عمل تغييرات في العالم بنعاني منها لحد الآن. هل اللي عمله ترامب هنعاني منه ولا هيكون في فائدة للعالم لحد كبير؟ ترامب سياساته كانت مختلفة جدا وكانت قوية وعنيفة شوية، فما فيش شك ده هيغير مش بس الحزب الجمهوري، كمان الحزب الديمقراطي، كمان الحياة الديمقراطية في أمريكا اللي هي بتتأثر حاليا بما يحدث في الوقت الحالي. البعض بيقول إنه دونالد ترامب وتعامله مع نتائج الانتخابات الرئاسية شكك كتير من المواطنين في ثقتهم في نظامهم الانتخابي، ثقتهم في يعني النظام الديمقراطي، النظام المتبع في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والبعض شايف إنه ده أكبر خطر قدمه دونالد ترامب أو ساهم فيه دونالد ترامب. إلى أي مدى حضرتك متفق أو تعترض على الفكرة دي؟ معلش، انا مش من الـ يعني المشجعين لترامب الحقيقه، او من المؤيدين لترامب في تصرفات كتير جدا انا من ترامب كنت ضدها. انا اعتقد ان ما يفعل وما فعل ترامب يؤثر بالسلب على امريكا لحد كبير جدا. الانتخابات ما فيش شك يعني كميه كبيره او عدد كبير جدا من الامريكان غير راضيين عن ان هو رافض الانتخابات، لان احنا انا كامريكي شايف ان التزوير مستحيل او يعني صعب جدا في امريكا ان حد يعمل حاجه غلط. الناس بتحترم القانون، شيء لم يذكر قبل كده. اللي ذكر فقط ان في انتخابات 2016 اترخل الروس في الانتخابات لانجاح ترامب. تدخلوا ازاي؟ مش تدخلوا بانهم زوروا في الصناديق او الكلام ده كله، لا، تدخلوا بالدعايه، بالتاثير على الناخبين، بحاجات معينه. وبرغم من كده كانت هيلاري اكثر، يعني اعداد الناس انتخبوا هيلاري كانت نسبتها اكبر من انتخبوا ترامب، بس المجمع الانتخابي هو اللي يعني نجحه. لكن التاثير الحالي سيء اعتقد. يعني أنا كنت دايماً بقول يعني أمريكا از أندر أتاك، أمريكا تحت القصف، أمريكا تحت الهجوم من حوالي 20 سنة، من أيام الورلد تريد سنتر. في نظام خلخلة لأمريكا، فيها يعني محاولة هز أمريكا. بمعنى إيه يا أستاذ أحمد؟ إضعافها، بمعنى إضعافها، بمعنى من قبل مين؟ لحد كبير روسيا، خلينا أقولها بصراحة شديدة، هي روسيا لحد كبير بتحاول أن تسترجع الإمبراطورية الروسية. ما تنسيش أن الأمريكان وقعوا الروس وقعوا الاتحاد السوفيتي بطرق شبيهة للي حصل. بداية وقوع الاتحاد السوفيتي كانت طيارة دخلها بطيار لحد الكريملين بدون أن يلحظوه، طيار شاب كان مش فاكر كان سنة كام الكلام دوت. وبعد الطيارة ديت أثبتت هشاشة النظام الروسي، وطبعا التسليح وخلافه وحاجات تانية كتير، وغورباتشوف وبيلسن
اصروا على سقوط الاتحاد السوفيتي. ما يحدث في امريكا الان قد يؤدي الى سقوط امريكا، مش النهارده او بكره او بعد، من خلال السنوات القادمه او اضعاف امريكا. فالبدايه كانت الورلد تريد سنتر اللي هي العماره المبنى التجاري مبنى العالمي التجارة. الامريكي. ترامب اثر كتير في ان هو عمل فرقه مع اوروبا، عمل فرقه مع حزب الناتو، انسحب من اتفاقيات كلنا عارفينها، ما كانش اي رئيس تاني هينسحب منها. ليه سياسات خطيره ومؤثره يعني في حضرتك العالم تقصد وفي انه هجمات امريكا. 11 سبتمبر كان وراها روسيا؟ هذا ما اعتقده. هي مش بس روسيا، اكيد عده مخابرات بتخلخل النظام الامريكي، ما فيش شك، وضعف واظهار ان هو هش من الداخل. حاليا بيحاول يظهر ان ما فيش ديمقراطيه، ان حتى بايدن كان بيقول ان اللي بيحصل من ترامب حاليا دوت شيء ايرسبونسبل، يعني ما غير غير مسؤول. مسؤول في ان هو بي بي بيظهر امريكا والديمقراطيه الامريكا غير قويه. حتى الرئيس لكن الروسي البعض بيقول انه اصبح هناك ما يسمى بترامبيسم نسبة الى ترامب، يعني التيار الترامبي اذا جاز التعبير. ده تيار ليه ملامح فعلا، يعني ده هيبقى تيار سياسي، هتبقى حركة سياسية ربما حتى بعد ما يغادر البيت الابيض. يمكن حركه يمين متطرف، يمكن حركه بالاكثر اليمين اللي هم بينزلوا بالاسلحه في الشوارع بتاعتهم. ده ما كانش بيحصل. اليمين اللي هو فكر ان هو يخطف حاكمه ولايه بالدستور او بطريقه يعني لا تستخدم في الدستور او بطرق ما كانش الناس كان بيفكروا فيها خالص. عشان كده انا اعتقد ان حتى الكميه اللي نزلوا الانتخابات غير مسبوقه في التاريخ. ليه؟ شعور بالفزع والهلع من استمرار ترامب في السلطه، لانهم حسوا ان في عنصريه هتزيد في امريكا. وهذا عارفه الحاجات اللي حصلت قبل كده، دلوقتي الناس نازلين بمجموعات شايلين اسلحه وبتاع. طبعا ده من حق اي واحد ماشي يحمل سلاح في امريكا، لكن الطريقه دي ما كانتش بتظهر بالطريقه دي، انه ينزل ويظهر السلاح بتاعه وكميات اعداد من الناس. فانا اعتقد ان ما زال المناوشات هتحصل، مش بس الموضوع هيخلص على طول على 20 يناير اعتقد. وطبعا لسه في اخر خبر بيقول ان ترامب صرح لواحد من حلفائه واصدقائه المقربين ان هو بيحاول يصعب العمليه جدا على الديمقراطيين ان هم يمسكوا الحكم، زي ما صعبوها عليه بانهم بزعمهم زي ما بيقول بتدخل روسي لينجحوا في 2016. النزعة السلطوية والتمسك بالحكم ده جاي منين أستاذ أحمد؟ يعني حتى وإن لم يكن ابن لمؤسسات يعني السياسية، لكن ابن نظام ديمقراطي، يعني مؤسسات بالمعنى الأشمل، إعلام، قضاء، سياسة، دفاع، يعني منين التركيبة دي؟ لا لا لا، تركيبة ترامبية زي ما حضرتك قلت، هي ترامب ترامب وترامب لوحده هو واعوانه واصحابه يعني. واستغل الطيبه الامريكيه والمؤسسات اللي ماشيه على نظام. يعني هقول لك حاجه، يعني في بعض الناس ابتدوا يتكلموا عن ازاحته، في بند في الدستور ان احنا ممكن يزيحوه حاليا، لان استمراره الى حتى لحد 20 يناير بيضر بامريكا. في خطر. لا، هو العمليه ترامب لوحده هو طبيعته كشخص حاول يطفيها على البيت الابيض، حاول يطفيها على الرئاسه، طبيعته كشخص شويه سلطوي. طيب سؤال اخير استاذ احمد، اعذرني المقاطعه، الوقت يعني يداهمنا. البعض بيقول انه حتى وان كان دونالد ترامب بهذا القدر من الاندفاع والاختلاف والتطرف في الاختلاف، يعني مش التطرف بس في الفكر، لكن المؤسسات الأمريكية على مدار عقود طبعا موجودة وراسخة، لن تسمح له بدقيقة واحدة زيادة بعد 20 يناير 2021. هل ممكن نشوف سيناريو مختلف؟ زي الفرنسيين ما بيقولوا الفافواغ، هنشوف هنشوف هنشوف. لكن انا اتوقع ان هو هيسبب مشاكل ومش هيمشي بسهوله ابدا ابدا. هو هيمشي ب 20، انا اعتقد انه هيمشي ب 20، بس ازاي اونلي جاد نوز، ربنا وحده اللي يعلم. وما بعد 20 تتصور برضو انه هيكون في يعني مشاكل؟ لا، هو هيمشي، انا واثق ان هو هيمشي، بس لاي حد ولاي درجه هيسبب مشاكل وهيسبب دامج او خسائر لامريكا. كل اللي بيحصل ده خسائر لامريكا. النهارده امريكا عريانه، امريكا قالوا كده نفس الكلام، يعني لما شال وزير الدفاع، شال الناس المهمين، شال ناس كتير من الوظائف، حط الناس اللي هم الموالين له فقط.
عدم اعلام بايدن باي شيء. الناس بتموت كل يوم، يعني تسمع في الاخبار الامريكيه على طول بيقول لك ان بسبب ترامب بسبب تصرفاته الناس بتموت كل يوم من كورونا. كورونا كورونا دي لوحدها حرب، ان انا اهمل كورونا ده تدمير، تدمير كورونا هتدمر دول اوروبيه كتير وهتدمر امريكا ما فيش شك، كورونا لوحدها. فبالك اذا كنا كمان بنهملها ونسيب الاعداد توصل لاعداد غير مسبوقه 150 الف واكثر في امريكا، ده دمار، ده حرب ضد امريكا بلا دفاع، بلا دفاع. فهو تاخره بيؤدي الى مزيد من الخسائر لامريكا، خسائر امريكا مستمره، وامريكا بتنزف في الوقت الحالي، وارجو ان الموضوع يعني يتحل، يعني لمصلحه العالم كله مش بس لامريكا. زي ما حضرتك قلت استاذ احمد، هنشوف الامور هتوصل لفين مع دونالد ترامب. اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد صوان، عضو اللجنه الاستشاريه بالحزب الجمهوري الامريكي سابقا.